ننتظر الانطلاقة، ننتظر الاندفاع، فتحت البوابات على بركة الله، اندفاع موفقة لجهاد الانتاج الأربع سنوات فأكثر، متنافسة على مسافة 2400 متر، مسافة الميل ونصف الميل. قيمة الجائزة في هذا الشوط 95,000 ريال. أخو مباري يتقدم من المسار الداخلي، مبدأك من المسار الخارجي، وأيضا الحضور من نهر العيد في المركز الثالث، وتومهوك في المركز الرابع. تقدم مبكر للأسماء المرشحة في هذا الشوط، وتابع أيضا مدهر في المركز الخامس متابعينا، وأيضا الحضور من مدبك في المركز السادس، فيما الحضور أيضا من بقية الأسماء المشاركة في هذا الشوط. لدينا مرازم في المركز السادس، وهنا أخو مباري، وإلى جواره مبداك بني النجم الثاقب وأسترولوجي في هذه الانطلاقة السريعة والمبكرة جدا على الأسماء المرشحة وعلى مسافة النفس الطويل، مسافة 2400 متر من المسار الخارجي. لدينا مدهر بشعار عبد العزيز محمد بن جلال وقيادة محمد الحبيل في المركز الثالث الآن، بينما الحضور الآخر قادم من المسار الخارجي. أشاهد السيف الدايم أيضا يحاول التقدم، ولا زالت مهوك في المركز الخامس في هذه الصورة متابعينا الكرام. أخو مباري مع المنعطف ما قبل الأخير، وأيضا مبداك ابن النجم الثاقب. هنا تشتد المنافسة، هنا تظهر الأسماء القوية، هنا ربما يواصل أخو مباري مع تجاوز علامة 600 متر متابعينا، اللحظات الأكثر حسم في السباقات. أخو مباري الأعلى تصنيفا، أخو مباري المرشح في هذا الشوط والذي توافق عليه محللينا يتقدم يقود هذه الأسماء متابعينا الكرام، وأيضا مبداك قادم، وأيضا الحضور من بقية الأسماء. هنا أتابع أخو مباري، إذا كان مشموخ يقود هذه الأسماء. أخو مباري الآن يتقدم للمركز الأول، المرشح الأبرز، المرشح الأكبر، الأعلى تصنيفا في هذا الشوط. هنا يصل أولا، هنا يصادق على الترشيحات ويظفر بنتيجة هذا الشوط. كان من يقود الشوط مشموخ منذ الانطلاقة وحتى وصوله خط النهاية، لم يظهر أخو مباري إلا في الأمتار 200